طيب يا شباب، زي ما انتم شايفين هنا فلاتر كثيرة. فلاتر انا نفسي بستخدمها يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا شباب هنتعلم فلاتر الماجيك بوليت في ادوبي بريمير برو، تمام؟ بس قبل ما نبدأ ندخل في الفيديو دلوقتي، انتم مش مشتركين في القناة متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، تمام؟ أول حاجة نعملها ندوس على الزرار اللي في الكيبورد ده، محطوط على علامة الويندوز زائد حرف ال R run، يعني ندوس app data. هنيجي على أول واحدة دي local، هنيجي عند دي looks builder looks custom، هنيجي هنا فلاتر ماجيك بوليت، ندوس كنترول A وكنترول X، هنطلع هنيجي هنا نس بيست، وكده تمام. نكون ضفنا 1200 فلتر للماجيك بوليت، لإفكت الماجيك بوليت في برنامج البرمير برو. ندخل نتأكد، نجي هنا ماجيك بوليت، نختار لوكس ونسحبها نحطها هنا، ندوس على ديت لوك، تمام كده فتح. نجي عند لوكس، ندوس على العلامة دي. طيب يا شباب، زي ما انتم شايفين هنا فلاتر كثيرة. فلاتر انا نفسي بستخدمها يعني. الف ومتين فلتر، تمام، على حسب قدامك 1200 فلتر، هو تختار زي ما انت عايز. اسيب لكم نوبة التحميل بتاعهم تحت الفيديو، تمام. انا بختار في انواع كثيرة، انا عجباني الصراحة، في ألوان كده بتبقى دقيقة ما بين الزرع وكل حاجة، بس أنا عشان معزز أصلا برنامج الـ OBS ستوديو، فلو عملت فلتر هتكون بايخة شوية، بس ده أحسن فلتر هيتناسب معاها، تمام. لو لا غير هتبقى كده. دي نهاية الفيديو يا شباب، ياريت عجبكم، متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا سلام.